جديد ده بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي مرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مكاسب متعدده النهارده من هذا اللقاء، فوز وصعود لدور دور المجموعات، اول هدف لطاهر، اول هدف لبدر بنون مع النادي الاهلي، عوده اكرم، عوده قفشه، عوده كهربا، عوده سعد سمير، مكاسب متعدده النهارده بجانب الفوز في اللقاء. طبعا في البدايه طبعا برحب كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل طبعا، يعني تحياتي ليهم طبعا. وزي ما انت قلت مكاسب كبيره الحمد لله النهارده حققها، زي ما انت قلت عوده قفشه وكهربا وسعد سمير وكل الناس الموجوده النهارده، برضو اكرم بعد الكورونا، وطمنينا الحمد لله برضو على وليد سليمان نفس القصه، واعتقد الحمد لله احمد ياسر برضو بياخد فرصه من الناس الوعد ان شاء الله، يعني برضو نفس القصه، فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره الحمد لله. برضو انت عارف الفرقه كانت بتلعب بناحية بدنيه كبيره جدا يعني، والتحامات كبيره جدا الحمد لله، برضو ان احنا نطلع الحمد لله من غير اصابات برضو الحمد لله، دي حاجه برضو ايجابيه الحمد لله. نركز الماتش الجاي بقى ان شاء الله، نفصل ان شاء الله في الماتش الدوري وربنا يوفقنا فيه ان شاء الله. كابتن سامي، على الرغم من الغيابات او العناصر اللي بتغيب سواء الاصابه او الفيروس كورونا، طريقه لعب النادي الاهلي بتتحول من 4 2 ل 4 2 3 1 ل 4 3 3، لكن الاهلي محتفظ بنفس الشراسه سواء في خط الدفاع او خط الهجوم. وده الحمد لله اللي الراجل بيتكلم فيه على طول يعني من بدايه التمرين، لكن في اوقات كتيره طبعا بتحصل حاجات قدريه غصب عنك يعني، يمكن يعني قبل ماتش دجله حصل لنا اصابات كبيره جدا، وحصل لنا ناس كتيره جات لها كورونا وكده، اضطرينا نغير طريقه اللعب. كنا بعد ما بدانا ب 4 3 3 خصوصا ماتش افريقيا، وبعدين لعبناه في ماتش الاتحاد، وكان كنا عندنا يعني عندنا خطه اللي احنا نكمل فيها ونستمر 4 3 3 يعني، لكن اصابه طبعا السوليه واصابه اكرم خلتنا نغير طبعا في تفكيرنا، ما كانش عندنا البدائل متاحه كبيره يعني، لكن الحمد لله النهارده برضو ان احنا نرجع باللعيبه ديت، وان احنا نرجع يبقى عندنا اختيارات كتيره، ومهم كتير ان انت مهم جدا ان انت تدخل لعيبه كتيره جدا في جو المباريات، عشان انت عارف عندنا بطولات كبيره بنلعب عليها سواء افريقيا سواء كاس، بطوله ان شاء الله كاس العالم، السوبر اللي جاي ان شاء الله، فاعتقد الحمد لله دي برضو حاجات الراجل بيتكلم عليها كويس وبيشتغلها الحمد لله يعني. نقطه في غايه الاهميه وحضرتك اثرتها، مهم جدا ان ندخل عدد كبير جدا من اللعيبه في جو المباريات، والنقطه دي كان الاهلي مفتقدها فترات كتير جدا، وكان بيعاني منها لما بيبقى في عدد كبير من الاصابات. سياسه التدوير الاهلي بيعملها بطريقه اكثر من رائعه. بص برضو دي يعني تحسب لراجل يعني، خصوصا ان انت لما تيجي تبني الفرقه مهم جدا ان انت تكون عندك في كل خط او كل مركز في 2 لعيبه، وفي لعيبه تقدر تلعب في كذا مركز، يمكن ده اللي احنا الحمد لله الراجل عمله في بدايه تكوين الفرقه. انت تلاحظ دلوقتي ان الحمد لله يعني باك رايت عندنا هاني الحمد لله، وبيكهام، علي معلول، ووحيد، وايمن يقدر يلعب بالمساكين الحمد لله، عندنا ايمن وبدر وياسر وسعد سمير ومتولي ان شاء الله لما يرجع، نص الملعب عندنا سولية واكرم وديانج وحمدي فتحي، الاطراف الحمد لله برضه عندنا كتير، جونيور ان شاء الله لما يرجع، عندنا كهربا، عندنا طاهر، فالحمد لله برضه نفس القصه، مروان شريف، بوليا بعد ما رجع، فاعتقد الحمد لله دي بتدي برضه الحمد لله اريحيه لينا ان انت تختار كويس، ان يبقى في منافسه كويسه بين اللعيبه، وفي الاول والاخر المستفاد الفريق يعني. عايز اختم معاك بنقطه مهمه كابتن سامي، الاهلي عنده تنوع شويه في المحاور الهجوميه، بنشوف الكرات العرضيه سواء من الجانب اليمين او الجانب الشمال، الاختراقات اللي بتتعمل من عمق الملعب، كلها اسلحه النادي الاهلي بيشتغل عليها، يعني 4 اهداف بس انت بتوصل كتير، وده ان دل بيدل على الشغل اللي الراجل بيعمله في خط الهجوم. طبعا الحمد لله، ودي من الحاجات اللي الراجل دايما بيتكلم فيها وبيشتغلها، ان انت طبعا لازم تنوع في كل الحلول المتاحه بالنسبه لك، سواء كرات عرضيه زي ما انت قلت، اختراق من العمق، كرات ثابته مهمه برضو نفس القصه، يمكن احنا حققنا فيها برضو الماتش الاولاني الجون اللي جابه ديانج برضو كان من كره ثابته، فاعتقد الحمد لله دي بالحلول، لانك انت اوقات كتيره جدا هيبقى واحد من الحلول ديت اللي تكسبك الماتش يعني، فالحمد لله ان انت عندنا تنوع في النواحي ديت الحمد لله، سواء في الاطراف، سواء من العمق، سواء من الكرات الثابته، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله الماتشات اللي جايه، واهم حاجه بس ان اللعيبه ربنا يسلمهم يعني، لان الموضوع طبعا كفيف ده موضوع صعب جدا علينا، بتبقى انت عامل حساباتك على حاجات معينه لكن بتتغير يعني، لكن ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يكونوا سالمين الفتره اللي جايه، وان شاء الله نكمل ان شاء الله سواء في الدوري او في بطوله ان شاء الله. الجماهير مستنيه منكم كتير. واحنا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله زي ما احنا نبقى دايما عند حسن ظنهم يعني، ونقدر نعمل اللي علينا ونقدر نخدم الفرقه ان شاء الله. شكرا كابتن سامي والتوفيق دايما. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب 4 اهداف مقابل لا شيء وصعود النادي الاهلي دور المجموعات. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.